راكب بس انقلب تطلع عن رحلات فرعون سوى خطا بسيط دخلت النظام. بالمقابل في امتلاك مجال شركه مجال واسع ومجال باهر زي بيتكس بيتكس بيكون تقريبا على 50% من الارباح المرصده التجاريه داخل العالم. استخدم ديمانزر استخدم هذه الفاكي بالسواس شركات هذه الصفحات من الشركات كمان بالنسبة على اسمها ماهي دعوة تجارية موجودة بالنسبة ماهي لكن موضوع عالمية الشركة ممكن تعتبر عن طريق الاسمها عن طريق البراند العام من هنا ماهي وفي كمان بالنسبة لي القيمة طبعاً في أكبر شيء طيب إذا أول حاجة قبل تنافس الأسواق لما تعرف كيف لا الشيء اللي عم تصير مهم تبقى تنافس على ايش؟ ممكن ايش؟ انت تنافس باحد هذه العناصر، عناصر المجتمع كلها مع بعض بمجموعه قدرة مزمنه فانت تعرف انت بكيف تتعرف ايش قدرة ونشاط بعد، ايش الخدمات اللي عندك، ايش السوق عندك ايش فيه، تسجل حق السوق وتحاول تسجل نفسك بالضبط، بس اهم حاجه انك في عندك في حاجه عندك في شيء فريد، في حاجه مميزه عندك تقدر تنافس على اساس تستمر في السوق. كمان بالنسبة لي فين تنافس؟ مش مختلف. فين تنافس؟ كمان الموضوع انه بتلاقي ايش اللي عندك من سوق المناطق تنافس كمان كيف تختار البيئة اللي تنافس داخلها؟ البيئة اللي تنافس داخلها انت متأكد فيها البيئة داخلها انت مش لحالك انت بتدفع سوق تجاري سوق تجاري غالية منافسة الناس اللي بتستمر مو بس تستمر انت اللي اذا كنت قوي فعلا في عندك أكثر من عامل ممكن إنه يأثر على البيئة والحياة مكان المنافسة. أنت بتنافس بين داخل سوق محلية داخل سوق عالمية. أنت حقل الشيء المستهدف منهم من الزبائن. أقول لك هذا الكلام هذا بكاش عين ما تبغى تطلع الشباب. ففي معك مثلاً حاجة التريتين أو التريس أو نيو إنترات. يعني إذا كنت تقوم تصنيع سلعة معينة منتج معين منهم السلع الجديدة اللي اخترت نفسها نفس المنتج حقها. سعيد اللي تدخل أول مرة تدخل قوية جدا لأنها تدخل تجمع تقنية جديدة على مصانع جديدة تدخل أنت مش منافس قوي مش منافس قوي في هذه الصناعة يمكن أن يكون بسبب هذه السلع اللي تدخل ممكن تدخل خارج السياسة خارج المنافسة هل الثاني إنه ريفالو أمونج إكزيستينج فيرمز اللي هي عبارة عن مو منافسين حتى كمان في السوق كم منافسين حتى كمان شركات منافسة بس حتى كمان شاطرة شركات شركتين ثلاث شركات المستوى أفضل مستوى أفضل التجاري والمستوى الصناعي عندهم إلى أي مدى عندهم مهمين على هذا السوق التجاري معك مع البابين والباور والسبلاي اللي قوة المساومة معك مساومة من قبل العميل السوق الزوبر معك مساومة من قبل العميل العميل هذا كمان الانسان يشتري منك بضاعة دائما يبحث عن سلع بأقل سعر وأفضل جودة عكس تماماً الشخص اللي بيبدأ بالمواد الخام هذا يعطيك المواد بأقل جودة وأكثر سعر فأنت كيف تهمني على التوازن كمان إذا عندك أنت عندي بس دخل السلعة حتى عندك سلعة الآن عديدة كمان سلعة ناقصة بالطبع منتج جديد مثلا عندك يعني أنت صناعة شوكولاتة شوكولاتة كهرباء معك ليش حتى كيسي أنت الآن طلع منتج جديد المنتج الجديد حتى كهذا عندك نفس المنتج هذا عندك ثلاث اصناف اربع اصناف نفس المنتج لما طلع منتج جديد هو الحاجه تفكر الف مره بالسعر لانه هذا المنتج قد يبيع المنتجات السابقه او قد ما يلاقي اشتراها يسوي منتجات تكون المنتجات السابقه اذا انت كمان عندك سياسه بتتبعها انت مش من الان لكن استهداف الاسواق هل تستهدف حاجه اسمها سياسه اللو كوست والهاي كواليتي انت منهم الشريحه اللي انت تتعامل معهم منهم الشريحه اللي تستهدفها الاعمال انت لما تستخدم طبعا سياسه اسمها زو بوست انت تبيع باقل تكاليف عند السلع حتى تكون سلع تستهدف فيها الناس بسرعه الناس اللي هم هامش الدخل المخلوق فبالتالي انت لديك شويه حكمه انك تعمل سعر اقل لا كمان اقصد انك شنو من الحكمه انك تعمل اكثر من منتج معك اكثر من منتج منافس تنزل انت منتج واحد تستهدف انت كشريحه المستوى أنت بنزل في 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 منتج واحد بنزل أكثر منتج أنت ممكن تعمل طبعا يعني سبب إذا ممكن كيف تحدد بالحاجة قبل ما تنزل تحدد أول حاجة فين المكان تستخدم فيه فين المكان تنافس فيه درجة العوامل الخمسة هذه بعيدة شوي أوكي طبعا في عمل عوامل هذه كمان لو مجموعة تأثيرها مجموعة العوامل العوامل تتكلم عليها ما في شيء يعني إيش كل عامل عوامل تتكلم عليها ما في كمان ايش القيمة المضافة الآن اللي تحققها؟ القيمة المضافة ضروري أنت الآن لما تقوم بتسهيل المنتج، القيمة المضافة معناتها في سلاسل الإنتاج أو في سلسلة الإنتاج في أي مكان من
أو كده هم شغالين بزا إلى كيف المدعي معين مثلا المنتج هذا بيكون بالحاجة كيف تحصل على المواد الخام كيف تقوم بالعمليات المختلفة التصنيع كيف بعد تحصل على المنتج بشكل نهائي كل من هذه المراحل هذه المفروض انها تعملها استيميشن تعملها تحديد الكوست تكلفه اي وقت هذه القيمه حتبقى معاه كمان المنافسين انت اول محل ولا انت حصلت انت بتصنع الان مثلا ما الان بالبدل ما القاضيه حقها المواد الاساسيه حقها كبسوله يعني انت كم كلمات عليك هو الحاجه كمان دخل كم كلمات على الاخرين انت ما بتش اذا من البدايه كانت اسباب غلط ما بتش ناقص بشكل جديد فتعرف والحاجة الآن شيء صنع الصبغة مع منتج زي المعرض والحاجة سعر تكلفة المادة الخام هذه لك كم كلفة وصول المخازن تبعك كم كلفة بالنسبة للمنافسين على أساس أنك تعرف نوع من التخطيط الصحيح ولا شيء بداية من البداية 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 من مراحل تصنيع مختلفة في المرحلة المرحلة هذه تطلبها كمان طبقات تطلبها طبقات معينة ففي كل مرحلة من المرحلة هذه كمان تحرر نفسك بالآخرين المنافسين هل أنت في التراك الصحيح في المسار الصحيح؟ ما دام تغير السياسة حقائق أو تحاول مع تعديل حقائق الإجراءات اللي تكون فيها هل هي بسبب الكلفة بسبب كانت بسبب مثلا عندك فائض العمالة قد تفائض العمالة يلعب دور كمان عندك مش تصنع مثلا باليوم معدل عندك حقك اليوم هذا الماء مثلا 100 دولار اللي عندك عمال و100 عامل عفوا في مش طبيعي شيء صحيح انت خالي هذا قاعد يفعل صوره من المنتج هذا بصوره نهائيه كم سعره عندك كم سعره عند المنافسين اذا كانت المعلومات المؤشرات هذه اعطتك مؤشرات ايجابيه معناته انت في الطريق الصحيح للمنافسه ما دام قبل العملية تعمل أشياء استيميشن بشكل تقديري قبل ما تبدأ أنت بالعملية، قبل ما تبدأ عملية التصنيع أساسا، وتصنع بدأت العمليات في المشروع أنت خسران تصنع، فقبل ما تبدأ العملية ضروري تاخذ العامل الشيء بعين الاعتبار، كمان تم يتم إتفاق عملية السيلز ماركتينج، أنت الآن بشكل منافسة حقك الموقع في منطقة نائية، بينما المنافسين حقك أقرب للمدينة، معناته هم كل طرف عندهم بالنسبة للمواصلات يكونوا أقرب، فبيكون تمام تحليل الموقع هذا الموقع مهم جدا، أساس كمان تحدد بموقع الموقع حقك اللوكيشن كيف المبيعات في دور إضافية حتى إلى آخر مخصص، فتاخذ كل جزئية من جزئيات المبيعات الأكثر، هذه ممكن تكون في كمبيوتر بشكل تقليدي أو بشكل يدوي، هذا أنت حاليا إلى مجموعة مساعدة وما تدعم قرارات ويقدم معلومات تستوفر لك المعلومات هذه، بس أنك تكون قادر على اتخاذ القرارات في كل مرحلة من المراحل هذه قادر على مثلا تواجه التطور قادر تواجه المنافسة. وصولا الحق الأهم في بشكل نهائي أو في فاين البرودكت حقك. بينما الحاجة من ناحية الدولة تستغرب كمان. إيش خصائص حقك؟ عن خصائص المنتجات الموجودة في السوق اللي تحمل نفس المنتجات. هل حقك المنتج هذا من منتج منافس؟ هل المنتج هذا أوكي مش أوكي؟ إلى آخره. بالتفاصيل. وتاخذ بعين الاعتبار كمان كل العمليات اللي تتخذها في عملية البدايه من ناحية الإدارة من ناحية هي الموجوده عندنا قال الان جوده المنتج تعتمد كمان على نوعيه الاجهزه على نوعيه التقنيه اللي تستخدم داخل الشركه الان ممكن تصنع انت الماء هذا بمحل صغير ممكن تصنعه بشركه كبيره الشركه الكبيره عندها امكانيات ضخمه جدا عشان تقوم بتصنيع مش تقدر بس جوده يا جماعه جوده الحقيقه ممكن تصنع انت اكبر عدد ممكن بقدر تكون معينه بالعكس تماما لما عندك مكان صغير والحقيقه جوده حتى تكون بنفس جوده كمان تأخذ عين الاعتبار هذا صناعة الفرم هي حقيقة كمان مدى حقك جودة الكفاءة المهنية للتقنيين الجايين والعاملين عندك الأنظمة الموجودة دائما في حاجة اسمها بالنسبة لي يسموها تكنيشن أمباسور اللي هي عبارة عن بيسموها الخبرة التقنية بالنسبة للناس اللي يشتغلوا في المستوى التشغيلي هذا ممكن يكون عندهم إلمام شامل جزئيات العمل التعليم ايوه غير الناس اللي يشتغلوا في المستوى التشغيلي قد يكون مش قدرة على الطلع يكون عندهم على جميع الأشياء بس وهم يكون عندهم القدرة على حل الإشكاليات الموجودة على الأندر كمدير يعني إداري مشتقل مش قصدي بس كذا أنك أنت مش عارف كل التفاصيل الموجودة داخل الإدارة اللي تحتك بس قادر أنك تحل الإشكاليات الموجودة بمساعدة أو المعلومات اللي تعطيك فكره تعطيك بيانات عامه عشان تقدر تاخذ قرار عشان كذا المنظومه هذه مهمه في كل مستويات الثلاثه صح في مستوى معين تعطيك معلومات دقيقه واضحه حول ما يمكن عملها اوكي بس
صغير عشان تحطها يعني الاعمال فمحبه التجربه التقديريه في كل مرحله ومرحله غايه في سياق المنافسه عن بمعنى ان كانت عليها التجربه التقديريه لكل مرحله ومرحله اختبرناها بالمنافسين تبعك بسم الله الرحمن الرحيم.